بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم حضرنا هذه الحلوة ديال الكريم بطريقة سهلة جدا وبسيطة بلا ما نزيد نطول عليكم. ندعو على بركة الله في طريقة التحضير وفرجة ممتعة. نبداو على بركة الله. غندير واحد رشيشة الملح. بسم الله. غادي ناخد واحد كاس ونص ديال سكر كلاصي او لا سكر الناعم، من الاحسن نغربلوه من قبل. غادي نديرو كي قلت لكم كاس ونصف. غادي نزيد 7 غرام سكر فانيلا. غادي نزيد 2 معالق ديال بودرة الكاكاو، وغادي نزيد 16 غرام خميرة الحلوة. غادي نزيد 3 الكؤوس ديال الدقيق. بالنسبة للدقيق من الأحسن يكون مغربل. نزيدو الكاس الثالث. غادي نخلطو هاد النواشف. غادي نزيد كاس الا ربع ديال الزيت، وغادي نزيد كاس ونص ديال الماء. غادي نخلطو المكونات. غادي نزيد معلقه كبيره ديال الخل. غادي نخلطو مزيان قبل ما نحطوها في المول. غادي ناخدو المول اللي غادي ندخلوه في الفران. تاخدو الشكل اللي بغيتو، دائري ولا مربع. غادي ناخد تقريبا واحد المعلقه ديال الزيت، وغادي نزيد عليها تقريبا معلقه ديال الدقيق باش نخلطهم. غادي تكون خليط، هاد الخليط باش ندهنو به المول ديالنا. تقدروا ديروا غير الزبده وترشوا بالدقيق على حساب نتوما اش بغيتوا. المهم هي ما تلصقش لينا الكيك في المول. المهم انا ندهن المول كامل والجوانب حتى هما باش ما تلصقش لينا الكيك. غادي نكبوا الخليط ديالنا في المول. ما بقى لينا غير ندخلوا الكيك ديالنا الفران. نتلاقاو بعد ما طيب ان شاء الله. فاش كنخرجوا الكيك من الفران، انا دابا الكيك عندي بارده. هنا درنا القهوه، تقدروا ديروا غير القهوه ديال سريعة الذوبان وتسقيو بها الكيك ديالكم. غادي نسقيوها كامله. غادي نوجدو كريم شونتيي. يعني درت انا هذاك ديال الغبره اللي كنزيدو عليه واحد كاسونس ديال الحليب. وغادي نبداو في تزيين الكيك ديالنا. كنخليو الكيك ديالنا تشرب هاد المذاق ديال القهوه اولا نكهه القهوه. وغادي نوجدو الكريم شونتيي كيف قلت لكم، وغادي نديروه في البوش باش نبداو في التزيين. غادي نبداو في تزيين الكيك. غنديروا الكريمه في البوش ونبداو نديروه على شكل وريدات. بسم الله. غادي نستمروا كدا حتى كنعمر الكيك ديالي كامله. بلا ما نزيد نطول عليكم، غادي نكمل الكيك كامله ديالنا ونتلاقاو من بعد.
بالنسبه لهاد الكريمه غادي نبسطها باش نشكل واحد الطبقه، وغادي نوجدو الشوكولاته السوداء باش غنديروها فوق من هاد طبقه الكريمه. بالنسبه للشوكولاته ذوبتها وزدت معاها واحد المعلقه كبيره ديال الحليب، صافي كنبقاو نحركو حتى كيولي لينا داك الشوكولاته جاهز باش نزينو به. صافي غادي نكملو الزينه هكا. الشوكولاته السوداء كتجينا بهذا الشكل. صافي غادي نكبها، نحاولو نسرحوها هنا الوسط. غادي نبداو نسرحوها هكا بظهر الملعقة. غادي نكملو في تزيين الحلوة ديالنا. غادي نحاولو هاد الكريمة نغطيو بها هاد الجوانب ديال الكيك. غادي نزيدو نملسوهم، مغاديش يبقى يبان هاد الشي. غادي نزيد حتى الكريمة. غادي نبقاو نملسو هاد الجوانب حتى يتقادو لينا. غادي نبدا نزين جوانب هاد الشوكولاط كنبقى ليا، غادي نزينو بيه. غادي نبداو نثبتو الشوكولاطه اولا نرشوها هكا في الجوانب. هاد الشوكولاط كنت ذوبتو وزدت عليه الكاوكاو، كيجي واحد المذاق اللي زوين. وغادي نزيد نزين بالشوكولاته البيضاء اللي حتى هي الشوكولاط دايب ومخلط مع كاوكاو. غادي نديرها هنا في الجوانب باش نزيدو نحددو الشكل ديال الكيك ويجينا مقاد. المهم التزيين كيبقى على حسب الاختيارات ديالكم. غادي نكمل تزيين. نكملو تزيين ديال الحلوة ديالنا. غادي نزينو هكا بالكريمة. غادي ندورو هكدا كاملة. بعد ما قادينا هكا غادي نكملو التزيين ديالها. غادي ناخد فيرميسيل وغادي نبدا ندير غير في الفوق ديال هاد البوش اولا ديال هاد الوريدات. غادي نكمل التزيين. صافي غادي نزيد غير دورة أخرى. غادي نزينها بهاد لي بيبي شوكولا من الفوق.
وصلنا نهاية الفيديو، نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال إعجابكم، ونتلاقاو في وصفات أخرى في قناتكم سامية فود. إلى الملتقى إن شاء الله، سلامة.